يا رب بقى. ها عملت ايه؟ وديت اختك المصحة؟ وديتها المصحة، بس أول ما دخلنا المصحة قعدت تصرخ وتجري وتقول أنا عايزة خالد عايزة خالد، وبعدين قامت داخلة الحمام واقفة على طرف الكابانيه ونطة ستارت. عملت ايه؟ ولا حاجة، شديت عليها السفونة. سيد، وأنت جبت معاك أكل؟ منين يا فخر؟ ده أنا جاي شبط في حنطور. يا جدعان أنا جعان جعان. أبوس إيديكوا، يعني شوفوا معاكوا أي فلوس هاتوا لنا بيها أكل. الله يسامحك يابا. مش كنت سبت لنا احنا الفلوس كنا تهنينا بيها بدل ما تسرقها تاني؟ مريتاج، هو باباكي ما بعتش الصدقة بتاعت أول كل شهر؟ لا. أنت متأكد إن مراتك دي بنت ناس يالا سيد؟ مش عارف والله فخر، شكلها كده الخارجي غير طريقة كلامها خالص. هي فعلا عاملة زي اللاب الأبل اللي نازل له ويندوز. اتلم يا فخر، بدل ما تدب إيدي في بقك أطلع مصارينك أقلبك زي الشراب. طلعيها، مش هتلاقي فيها حاجة. عارفة ليه؟ عشان أنا جعان، أنا جعان، أنا جعان. أنا شارب نص إزازة الزيت لحد دلوقتي من الجوع، ما شبعتش. أبوس إيديكوا، اتصرفوا استلفوا من أي حد. أنا استلفت من كل أعضاء النادي. طب اهدوا يا جماعة اهدوا، أنا كده كده رايحة لمامي عشان عندنا سيشن يوجا مع بعض، هأتكلم معاها بقى في الفلوس. يلا باي باي. يا سلام على روقان البال. ريتاج، لو شفت باباكي قولي له يبعت لي البوكسرات القديمه، لحد دلوقتي ما بعتليش كسوه الصيف. عنده شويه بوكسرات يا فخر، لو شفتها هتلبسها تيشرتات.